48 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد على موجات كاب اف ام. الفقرة اللي حبيتوها الحكاية وما فيها. يا سيدي تخيلوا اللي الهند ما كانش اسمها الهند أصلا، الحكاية وما فيها. اللي الهند طول عمرها مصدر للتوابل في العالم الكل، الناس كانت تجيها من العالم باش تشري التوابل، وعلى خطر الهند اسمها بهارات فالناس سمت التوابل بهارات على اسم البلاد اللي تجي منها، يعني التوابل اسمها توابل أما البهارات هو اسم الهند، وإحنا اللي خلطناهم في بعضهم. اسم الهند هو جاء من بعد الاحتلال الإنجليزي للبلاد، وهما اللي سموها إنديا. هذاك علاش حكومة الهند في سبتمبر اللي فات قالت لازم نرجعوا اسم البلاد هذه بهارات كيف مرة أخرى، على خاطر اسم الهند يقعد من مخلفات الاستعمار، وانتم حسب رأيكم يرجع اسم بهارات وإلا يقعد الهند خير؟ نتراهنوا على أن نغيروا العالم مقابل 50,000 دولار، واللي مش يربح مش ياخذهم. هذا كان أشهر رهان في التاريخ، وكان بين إيدسون مخترع المصباح وتسلا أكبر عالم كهربائي في العالم، يعني هذا نجم نسميه رهان العباقرة. تسلا يا سيدي كان يخدم مع إيدسون، وكان بيناتهم حرب كبيرة على الطيارات، مش الطيارات اللي تطير أما الطيارات نتاع الضوء. إيدسون من شيرة يقول أنه التيار المستمر هو اللي يخدم الأجهزة الكهربائية، والإيدسون من شيرة الأخرى يقول هذاك التيار المتردد. يا أخي إيدسون قال تسلا اترهني، وتسلا بطبيعة الحال وافق وقال له إذا خدمت الضوء بالتيار المتردد نعطيك 50,000 دولار. والكلام هذا كان عام 1882، يعني ثورة قومية. فتسلا قعد عام كامل يريقل في الأجهزة والطيارات حتى لننجح، ومشى وقال لإيدسون مدأك 50,000 دولار هاني ربحت في الرهان. عاد إيدسون هنا قال له سارة أنت صدقت، كنت نفادلك عليك. تحسوا عنده عرق تونسي، وانتم ما عندكمش شكون هكا ديما في الأخر يهرب من الرهانات. الامبراطور الهندي شاه جيهان وقت اللي شاف الجميلة أرجومان جاية مع أبوها من بلاد فارس، وكانت وقتها مازالت صغيرة 15 سنة، حبها من أول نظرة وعرس بها، وبالرغم اللي هي كانت الزوجة رقم 3 إلا أنها جابت 13 صغير، ومن كثر حبه ليها ما كانش يتحرك حتى بلاصة بلاش بها، وياخو رايها في كل شيء. ياخي سماها بالهندي ممتاز محل، يعني بالهندي جوهرة القصر، وعاشوا مع بعضهم 19 سنة متهنين وفرحانين. وهي قاعدة تولد في الصغير 14 في الشاه تقهر في توفيت، فالشاه تقهر على مرته وقرر يدفنها في بلاصة ما كيفها حتى شيء في الدنيا، فعمل لها قبر تاج محل وتصنف من عجائب الدنيا 7، وحطوا في كل شبر من البلاصة أحجار كريمة قرابة 40 نوى. عاد هذا ماهوش أكبر ولا مغارة علي بابا، وقعدوا يبنيوا فيه من 1631 ل 1648. هذه الحكاية وما فيها لليوم. شوية آخر طلع علينا دكتور فاتن طقطق، مش نحكيو على التعرق المفرط في اليدين وفي الرجلين، أسبابه وعلاجه. شو ترتاح صغيرة بالموسيقى وراجعين.